إذن نواصل هذا الجزء الثاني من برنامج تونس الاقتصادية على القناة الوطنية الأولى. مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بالسيدة وزيرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة أمال بالحاج موسى. مرحبا بك سيدة الوزيرة، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. إذن موضوع مهم جدا في الحقيقة، التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية. هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة في ظل وضعية تحتاج المزيد من العناية في هذا المجال لتحتل المرأة التونسية فعلا المكانة التي هي بها جديرة في مجال الإنتاج. تبارك الله، المرأة التونسية مصنفة من الأوائل على مستوى البحث العلمي في العالم، لما لا تكون هي الرائدة في مجال بعث المؤسسات والأعمال وغير ذلك. نبدأ معك سيدة الوزيرة. أنا ربما من الأشياء اللي تستوقفني في البرامج متاعكم متاع الوزارة هي اختيار الأسماء صامدة ورائدات، وشنو الفلسفة في هذا الإطار سيد الوزير؟ شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الدعوة وهذه المساحة. طبعا بالنسبة للإسم، هو عنصر جذب. نعم. عنصر جذب في المقام الأول. نقطة ثانية، الاسم هو يحمل معنى بالنسبة إلى برنامج رائدات، فهو في إحالة إلى ريادة الأعمال، إلى الانتصاب للحساب الخاص، إلى المبادرة الخاصة. بالنسبة إلى صامدة، اليوم كل العالم يتحدث عن الصمود، الخطاب الدولي ككل يتحدث عن الصمود، عن تعزيز الصمود الفئات التي تعرف هشاشة اجتماعية، هشاشة اقتصادية وما إلى ذلك. إذن في هذا الإطار نحن نسعى إلى اختيار أسماء هذه البرامج بعناية، والمعنى الذي يحمله البرنامج هو يدل عليه. نعم. والتمكين الاقتصادي هو مبثوث في كافة برامج الوزارة تقريبا. هذا هو. طيب سيدة الوزيرة، حقيقة وأنت المسؤولة الأولى على قطاع مهم جدا في تونس، هي وزارة أفقية تهم كل القطاعات، هل أنت راضية على وضعية المرأة التونسية اليوم؟ هل ما زالت هذه الصورة للمجتمع الذكوري مسيطرة على المشهد التونسي فيما يخص هذه المسألة التي تشرفون عليها بالأساس؟ في الحقيقة هناك بالنسبة إلى منجز المرأة التونسية بشكل عام، هو منجز مشرق، منجز يمتد على عقود مطولة. نعم. اليوم كما قلت في التقديم، المرأة التونسية هي الأولى في البحث العلمي إفريقيا وعربيا. حضور المرأة في مجالات القضاء، الطب، الصيدلة، الهندسة، هو حضور كبير وكبير جدا. ثم لا أستطيع إلا أن أكون راضية وراضية جدا عندما أرى عدد الفتيات في المعاهد، عدد الطالبات في الجامعات. كل هذا هي عناصر أمل، هذا يعني بأنه المرأة موجودة في الجيل الراهن وفي الجيل القادم أيضا، ومتى كان عدد الإناث موجود بشكل مرتفع في مجال العلم وفي مجالات الابتكار، وفي كل هذه مؤشرات إيجابية لا أستطيع إلا أن أنظر إليها بعين الرضا. طبعا ربما الذي يستحق منا المزيد من البذل، المزيد من العمل، هو المشاركة الاقتصادية للمرأة. هذه المشاركة الاقتصادية في الحقيقة تحتاج إلى الاشتغال على البعد النوعي فيها، وعلى أيضا أن يكون حضور المرأة في خلق الثروة، في التنمية الاقتصادية أن يكون حضور أقوى. لا ننسى أنه مثلا نسبة البطالة في صفوف النساء هي مرتفعة مقارنة بنسبة الرجال، في نسبة الرجال قرابة 15%، في حين أنه بالنسبة إلى النساء هي 20%. أيضا فيما يخص نسبة البطالة في صفوف صاحبات الشهائد هي قرابة 30%. إذن هنا يجب أن نحفر، هنا يجب أن نبني، هنا يجب أن نعمل وأن نجتهد وأن نبتكر وأن نقدم ما شتى من البرامج للفتيات، للنساء، كي يتمكننا
من أن يساهمنا بأكثر قوة وبأكثر عمق وبأكثر عطاء في المجال الاقتصادي. والجميع وليست وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فقط تشتغل على التمكين الاقتصادي. هذه اللحظة هي لحظة التمكين الاقتصادي بامتياز. نقطة أخرى، نحن في لحظة فيها مشكلات اقتصادية. هذا ماذا يعني على الأقل نظريا؟ يعني أنه بما أن المشاكل الاقتصادية فإن الحلول لا يمكن أن تكون إلا اقتصادية أيضا. في هذا الإطار نحن متشبثون وعلى حرص كبير بتقديم برامج تقوم أساسا على التمكين الاقتصادي، وهذا ليس شأن وزارتنا فقط، أيضا وزارة الشباب، وزارة التشغيل، وزارة الفلاحة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، العديد من الهياكل الحكومية هي تعمل أيضا على التمكين الاقتصادي. وفي هذا الإطار نحن بالنسبة إلى الأسرة عندما نقارب مشكلات الأسرة فإننا أيضا من خلال التمكين الاقتصادي، وفي هذا الصدد لدينا برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وتمكنا في سنة 2022 من تقديم موارد رزق إلى قرابة 800 أسرة، والاعتمادات بالنسبة إلى هذه السنة الراهنة 2023 ارتفعت من 2.5 مليون إلى 4.2 مليون دينار، وهو ما سيمكننا من تلبية حاجات أكثر ما يمكن من الأسر في التمكين الاقتصادي وفي الاستقلالية وفي الاستقرار الاقتصادي. أيضا لدينا برنامج رائدات، هذا البرنامج يعني الذي تم الإعلان عنه تحت إشراف السيد رئيس الحكومة في 8 مارس 2022. نحن في شهر ديسمبر من نفس السنة، وبعد أن قمنا بإطلاق المنصة الإلكترونية في 10 أوت وفي من ضمن أنشطة والاحتفالنا باليوم الوطني للمرأة التونسية، قدمنا في شهر ديسمبر وتحديدا يوم 22 ديسمبر 1050 مشروع، يعني 1050 امرأة وفتاة في مختلف أنحاء الجمهورية استفدنا بتمويل من قروض لتمويل مشاريع تقدر ب10 مليون دينار. حجم القرض قداش سيدة الوزيرة تقريبا؟ حجم القرض هو يتراوح، طبعا هناك ثلاثة أنواع من المشاريع. نعم، مشاريع متناهية الصغر، مشاريع صغرى، ومشاريع متوسطة. فيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة قد يصل سقف القرض إلى 300 ألف دينار. وقيمة في الحقيقة برنامج رائدات ليس فقط في التمويل، لأنه في نهاية الأمر التمويل ممكن أن تقدمه بنوك أخرى، يعني بنك، أي بنك ممكن أن يقدم هذا القرض. قيمة برنامج رائدات، الامتياز الذي يقدمه للنساء والفتيات في تونس هو أنه يحل عقدة ومشكلة التمويل الذاتي، وهي كما نعلم مشكلة الرجال والنساء والشباب. من يرغب في بعث مشروع فإن لديه هذه المشكلة. الوزارة تدفع 20% قيمة التمويل الذاتي ثم يتم سداده بنسبة صفر فائض. هنا تكمن قيمة برنامج رائدات. وأيضا نقطة ثانية هي أن نسبة الإمهال تتراوح ما بين 3 سنوات و5 سنوات وذلك، حتى نعطي الزمن الكافي لصاحبة المشروع حتى تقف على قدميها ويبدأ ذلك المشروع في إنتاج الثمار المنتظرة منه. نعم، هناك ضمانات لهذه القروض سيدة الوزيرة؟ كي تعطيه 10 ملايين مثلا، شنو الضمان بالنسبة لبعث المشروع؟ ثم تعطيه 2 ملايين، يعني تقريبا 20%، هذا هو ولا؟ هناك شراكة مع 3 بنوك. نعم، وهناك لجنة تنفيذية، وهناك لجنة قيادة، وهناك ملف خاص بذلك المشروع يتضمن كل الوثائق اللازمة والضمانات. هذه تفاصيل إجرائية ليست هي المهمة، ولكن المهم هو البرنامج. كل مشروع يحظى بالتمويل هو مشروع توفرت فيه كل المواصفات وكل هو الشروط. هو في حد ذاته ضمان إذن. طبعا. نعم. طبعا. هذا هو. نقطة هذا أخرى. يعني نقطة. مش مطالب ربما المستفيدة أو المستفيد أنه يعطي يرهن كهرباء ولا يرهن حاجة ملك، يعني أي حاجة يعني. طبعا. مثل على هذا. المطلوب هو تقديم مشروع فيه
كل ضمانات النجاح ومدروس بشكل جيد. نعم. مشروع ملف دسم يستجيب إلى كافة الشروط مع البنوك الشريكة معنا. وفي الحقيقة من النقاط التي تثلج الصدر هو أن هناك شغف وإقبال من النساء والفتيات في تونس على بعث المشاريع. آخر رقم في المنصة الإلكترونية رائدات يعني اطلعنا عليه أول أمس هو هناك 8000 امرأة مسجلة على المنصة الإلكترونية رائدات. وفي هذا الإطار يعني تم الترفيع في اعتمادات البرنامج، كانت اعتمادات البرنامج 50 مليون دينار باعتمادات وطنية. نظرا لهذا الإقبال السيدة رئيس الحكومة مشكورة جدا في إطار دعمها المتواصل لبرنامج رائدات، قامت بالترفيع وبادرت بالترفيع، وتم الإعلان عن هذا في قانون المالية 2023. يعني تم الترفيع في اعتمادات البرنامج بنسبة 40%. ثم أيضا في الحقيقة حتى احتفالنا باليوم العالمي للمرأة أردناه أن يكون بلكنة التمكين الاقتصادي ولا شيء غير التمكين الاقتصادي، لأنه في النهاية هذا ما يمكن أن يغير واقع صحيح. واقع النساء، الواقع يجب أن نغيره ماديا، ومتى تغير الواقع في بعده الاقتصادي فإن كافة الأبعاد الأخرى آليا سوف تتفاعل وتتأثر بذلك. بالضبط. سيد الوزير، قبل ما نعطي الكلمة سي محمد صالح العياري، دكتور محمد صالح، الجانب المعلوماتي متاع المنصة الخاصة برائدات تجاوزنا المشاكل النهائية متاع النفاذ لها، هو اللي يدخل يلقاها معناتها متاحة بإذن الله؟ متاحة، نعم متاحة. موجود مثلا ماشي مشاكل تقنية ربما متاع حتى من يتعذر عليها التسجيل أو ما إلى ذلك، فإنه كافة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل يعني لدينا قرابة 26 مركز. نعم. الإعلامية الموجهة للطفل موجودين في كافة الولايات، فإنه يمكن للفتاة أو للمرأة أن تتجه إلى ذلك المركز وتجد من هناك الدعم ومن يساعدها في التسجيل. ونفس الشيء بالنسبة إلى مصالح المرأة في مندوبيات الأسرة والمرأة الموجودات في 24 ولاية. أيضا لا ننسى أنه يوم الأحد تم افتتاح المعرض الوطني الأول للمجامع التنموية النسائية بمشاركة 22 مجمع تنموي نسائي. هذا المعرض في الحقيقة نعتز به كثيرا، وتم إمضاء اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقنية تقليدية. وغدا في الوزارة تبدأ وتنطلق أول ثمرات هذه الاتفاقية من خلال إمضاء مذكرات تفاهم بين 12 مجمع تنموي نسائي ومساحات كبرى معروفة في نعم. تونس، ونذهب ونرتادها بشكل مستمر. أنت مشيت بينا للروبورتاج سيدة الوزيرة الخاص بهذا المعرض مع زميلة مليكة الجباري، إطلالة على هذا المعرض الهام جدا. انسى الحرفيات والمبدعات في هذا المجال بإمكانهم الآن أنهم يبدأوا موجودات في المساحات التجارية الكبرى بمختلف جهات الجمهورية. روبورتاج ثم نعود. نحو النفاذ إلى الأسواق هو معرض افتتحته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، وتحديدا هو المعرض الوطني الأول للمجامع التنموية النسائية بمشاركة حرفيات تونسيات من جهات عديدة. منتجات فلاحية متنوعة من إنتاج تلك المجامع تؤسس قاعة الأخبار بالعاصمة إلى غاية 12 من مارس الجاري. فرصة للبيع وفرصة للتعريف بمنتجاتنا الموجودة في المناطق الريفية في الولايات اللي نسكنوا فيها. فرحانة برشا بمشاركتي، والحقيقة احنا ديما كي نشارك ونقول ان شاء الله ديما المعارض تتكرر وتكون دورية باش احنا نبيعوا المنتوج اللي عندنا. حاولنا نثمنوا الماكسيموم نتاع المنتوجات نتاعنا، قمح، الشعير، فلفل، توسكي الصنعة التقليدية الغذائية. نعملوا في تحويل المواد الفلاحية من خضر وغليل وبقول وكل معناها نحاولوها نعلموهم. الجيمة اللي مش متعلمة متخرجة ما تعرف حتى شيء تولي تعرف كل شيء، خذوا قروض من عن طريق الصناعات التقليدية من البي تي اس وبدوا عملوا مشاريع.
وتدعم الوزارة حالياً 33 مجمعاً تنموياً نسائياً باعتمادات مالية تقدر ب 1.5 مليون دينار سنوياً، إضافة إلى إحداث 30 مجمعاً تنموياً نسائياً جديداً خلال فترة مخطط التنمية 2023 و2025، بمعدل 10 مجامع تنموية باعتمادات تقدر بمليون دينار سنوياً وفق الوزيرة أمال بالحاج موسى. بادرة سجلت ترحاباً لدى الحرفيات. المجمع يتكون من 53 امرأة، فيه 20 منخرطة. المنتوجات هذه تخدم بكل حب باش نتعرفوا في الفضاءات الكبرى، وإن شاء الله المعرض هذا يكون لنا فرصة باهية باش نتعرفوا ونعرفوا بمنتوجاتنا وبالجهة متاعنا وندخلوا للأسواق والفضاءات الكبرى. المجمع متاعنا بدي عنده عام ونص كيكا ينشط، عندنا أكثر من 40 نساء منخرطات من مجالات مختلفة وفئات عمرية مختلفة، الكلها عندها مهارات مختلفة. جات الهدف نتاعها من المجمع انها تنمي القدرات نتاعها، تعرف بالبرودوي نتاعها وتلقى كيفاش تنجم تسوق منتوجها. كل واحدة عندها دور في المجمع، احنا ديما نقسموا الادوار، اللي قارية تاخذ الحسابات كيما نقولوا، تخرج للمعارض تعمل ماركتين، واللي عندها صنعة احنا ناخذوا من عندها الصنعة ونحفظوا من عندها ونورثوها من جيل لجيل باش الصنعة ما تندثرش. وتندرج هذه الخطوة ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمساعدة الحرفيات على ترويج منتجاتهن في الفضاءات الكبرى. شكرا على هذه الصور لهذه الإبداعات الحرفية. نتوجه أيضا بالتحية لمكتب الإعلام بوزارة شؤون الأسرة والطفولة وكبار السن على هذه المادة الفيلمية المصورة، يعطيهم الصحة زملائنا بالوزارة. دكتور تفضل، عندك ملاحظات حول التمكين الاقتصادي و أنا نحب ساعة نحيي السيدة الوزيرة على المجهود الكبير اللي قامت به لفائدة النساء بصفة عامة. فما اللي قلنا سميناهم رائدات، وفما النساء اللي يخدموا بطبيعة في الريف كالعاملات اليومية، وبالتالي نحب أنا نوصلك المقاربة بين من جهة نساء الرائدات، وتبارك الله خاطر اللي كنت نسمع فيه توا المجامع بالنسبة للمنتوجات الفلاحية كيفاش النساء هذوما الحرفيات ولا الحرفيات وقت يقوموا بصناعات تقليدية، وشنو الهدف الأساسي متاعهم؟ مولي ترويج البضاعة نتاعهم، ولا نهار اللي يلقاو إمكانية باش نسهلوا لهم كيفاش بيع المنتوجات نتاعهم، هذاك بيجي يزيد يشجعهم أكثر طبعا للإقبال على خاصة الصناعات التقليدية، وما معناها وقيمة الصناعات التقليدية بالنسبة لبلادنا، خاصة اللي احنا بلد سياحي. غدوة نحبوا إن شاء الله عن طريق المرأة غدوة نلقاو منتوجات في مستوى راقي، باش حتى السياح كي يجوا لبلادنا يلقوا امكانيه لاقتناء. لا نحكيوا على مساله الجوده دكتور. بالطبيعه. نعم. اقتناء معناها منتوجات سياحيه ذات جوده عاليه، وتقعد ذاك الذكرى الحلوه كيفاش مشاو لتونس، كما عدة الدول اللي كي نمشيو ناخذوا المنتوجات نتاعهم ونرجع بك المنتوجات للبلدان نتاعنا. والحاجه الثالثه اللي نحب ناكد عليها هو الاتفاقيه الشراكه مع الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه للولوج للمساحات الكبرى، وهذا بالطبيعه سي ناجح يمكن المراه من بيعك المنتوجات نتاعها وتلقى المساحات الكبرى اللي فما اقبال كبير في مستوى المساحات الكبرى، باش المراه نهار اللي تنتج وتبيع وتحقق ارباح هذاك باش يولي دفع كبير للمراه للمضي قدما نحو مثل هذه المشاريع. نعم ان شاء الله دكتور بعد اذنك فضل. ان شاء الله نشوفوا معناتها المنتوجات والمعروضات هذه للنساء الحرفيات سيد الوزير، ان شاء الله نشوفوهم في نقاط العبور الحدوديه في المطارات وفي الموانئ ايضا، لانه مهمه جدا كما تفضل الدكتور محمد صالح العياري، اذا كان ثم منتوج عنده جوده عاليه فانه اكيد السائح قبل ما يطلع في الطياره ولا في البط ولا غيره مش ياخذ حاجه تونسيه. سؤالك للسيده الوزيره. سؤالي انا توا هذا الجانب الايجابي حبينا نبرزوه، والمجهود الكبير اللي تقوم به بالطبيعه وزاره المراه، ولكن من جهه اخرى اكل النساء الريفيات، واحنا سمعنا في عديد من المرات بعض معناها الاشكاليات في التنقل، في بعض الاحيان حوادث المرور واللي مشاو ضحيتها نساء ريفيات اللي يقوموا ممكن منذ الصباح الباكر ويعملنا بكل معناها
شغف للوصول الى الحصول على القوت اليومي، خاطر هما في ظروف صعبه جدا. وحكينا في العديد من المرات على تحسين وسائل النقل. صحيح. وممكن بعض الحافلات اللي يمكن وضعها على ذمتك النساء الريفيات، ولكن الحقيقه على ارض الواقع لم نرى تجسيم مثل هذه الافكار والمقترحات باش غدوه المراه الريفيه تولي تتنقل في ظروف مريحه وتقبل اكثر على العمل نتاعها وتساهم اكثر في الانتاج الفلاحي اللي احنا في حاجه اكيده لتطوير مثل هذه المنتوجات. هذا دور مهم للسلطات في نهايه الامر، لكن ايضا مساله نتاع وعي الحقيقه سي محمد صالح، لانه انا سمعت شهاده لاحدى النساء الريفيات يقول لك مولها الضيعه يحط الماء في البانه نتاع الكاميون يعبيها بالماء باش النساء ما يقعدوش. اذا يمشيوا النساء كلهم واقفات للعمل نتاعهم الخمسه نتاع الصباح ويشتغلوا ب 10,000 فرنك، يعني بالسبعه للاربعه نتاع العشيه. شوفوا معناتها الظروف هذه اللي شويه معناتها تفسر لنا سيد الوزير شنو الخطه نتاعكم في هذا المجال. اولا فيما يخص هذا المعرض وكي اعطي لكل ذي حق حقه، نعم، هو بالشراكه مع البنك التونسي للتضامن مشكور، ايضا مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. اردنا في الحقيقه المنخرطات في هذه المجامع، يعني اخترنا عينه لانه قاعه الاخبار لا تتسع الى عدد كبير جدا. اردنا ان يشاركنا في هذا المعرض لمده اسبوع دون اي نفقات، يعني هذا لذلك هناك تكاتف بين اطراف متعدده. وبالمناسبه هذا المعرض يتواصل الى يوم الاحد، فيه منتوجات فلاحيه ذات المنشا، منتوجات تعتمد سلاسل القيمه. وكما نعلم أن الأسرة التونسية اليوم هي أكثر إقبال على مثل هذه المنتوجات، ونأمل والبداية سوف تكون بإذن الله من الغد، مع العلم أننا منذ أشهر ونحن نشتغل على هذه المسألة، جلسات متواصلة مع المسؤولين عن الشراءات في هذه المساحات. وهنا تحية الحقيقة خاصة جدا إلى سيد رئيس غرفة المساحات الكبرى السيد هادي بكور على الجهد وعلى الدعم وعلى الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. هذا فيما يخص المعرض. مع العلم هو أنه هناك عدد كبير من المجامع التنموية النسائية اليوم، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري عدد كبير، العدد العام هو قرابة 180 مجمع تنموي نسائي، وهناك إقبال على هذه المجامع، وفيها من تمتلك شهادة اختصاص عادية، وفيها من تمتلك شهادة الدكتوراه في الحقوق، في الفنون الجميلة، في الإعلامية. هناك انخراط وهناك شغف كبير. في سنة 2020 كان هناك 121 مجمع، اليوم لدينا قرابة 180 مجمع. في سنة 2020 كان هناك 3500 منخرطة، اليوم هناك 5500 امرأة وفتاة منخرطة في هذه المجامع التنموية. كيفاش وصلتوا طلعوا هذا العدد سيدة الوزيرة؟ نعم، شو الخطة اللي وراء معناتها ارتفاع هذا العدد؟ شو عملتوا؟ هناك اولا تم تجاوز بالنسبة الى وزارة الأسرة والمرأة، وايضا بشكل كبير ايضا اريد دائما ان اعطي يعني لكل ذي حق حقه، وزاره الفلاحه والصيد البحري تقوم بدور جبار فيما يخص شريك استراتيجي بالنسبه لك طبعا، وهي العنصر الكبير في الحقيقه. وهي اكثر عراقه حتى من وزارتنا بالنسبه الى المجامع التنمويه النسائيه. يعني هذا الاقبال كان بالتجهيزات بالمقرات، ولكن ظلت مساله التسويق نقطة لابد من إيجاد حلول لها. في هذا المضمار نحن اجتهدنا وطرقنا الأبواب وقمنا بدعوة المسؤولين حول التسويق في المساحات الكبرى، وقمنا بالنقاشات وباللقاءات التعارف بين رئيسات المجامع، والحمد لله كانت النتيجة جيدة بإمضاء هذه الاتفاقية. وفي الحقيقة هناك تفاعل كبير، وإن شاء الله غدا تبدأ مصداقية إثبات مصداقية هذه الاتفاقية. وكنت حريصة على أنه لابد من مذكرات واضحة بين المجامع والمساحات الكبرى، وإن شاء الله التونسيين والتونسيات سوف يعني يتم شراء ما هذه المنتجات في شهر رمضان، سوف تكون متاحة. ونحن اخترنا خصيصا واشتغلنا بنسق عالي، لأنه شهر رمضان في تونس هو شهر ذروة الاستهلاك وما
إلى ذلك، فهو فرصة جيدة جيدة كي تتمكن هذه المجامع من التسلل إلى قفة التونسي وإلى مطبخ المرأة التونسية. نعود إلى خطوة السؤال، هامة جدا في نعم حقيقة. السؤال الذي طرحه المرأة الريفية. نعم المرأة الريفية، أولا هذه المجامع التنموية النسائية هي في إطار دعم ومسندة المرأة الريفية، نقطة رقم واحد. فيما يخص عاملات الفلاحة، هذا إشكال طبعا كبير ويؤرق الجميع. في برنامج رائدات تم إضافة خط رائدات فلاحات، هناك مشكل. المشكل هو أنه قرابة الأرقام مختلفة، هناك من يقول 60% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي نسائية، هناك من يقول 70% وما إلى ذلك، ولكن الواضح أنها نسبة مهمة جدا. هذه نقطة رقم واحد. في حين أنه المرأة موجودة بنسبة مهمة ما بين 60% و 70% كيد عاملة في القطاع الفلاحي، ولكن النساء كصاحبات مشاريع فلاحية فإن عددهن لا يتجاوز 6%. في هذا الإطار وهو تفكير استراتيجي، كيف نقوي من عدد النساء كصاحبات مشاريع فلاحية؟ يعني الآن 6% فقط، كيف يمكن أن نرفع من هذا العدد؟ وضعنا هذا الخط لتشجيع النساء والفتيات على بعث مشاريع فلاحية، خاصة وأن هناك عدة مؤشرات إيجابية. 3/4 الطلبة في المعاهد ذات الصلة بالفلاحة والزراعة هن إناث، هذا ما يعني أن هناك إقبال علمي على التعليم، على المعرفة في مجال الفلاحة. يعني هذا خط يمكن من أن يغير الواقع، لأنه عندما يرتفع عدد النساء صاحبات المشاريع في مجمل أصحاب المشاريع الفلاحية في تونس، فإن هذا سوف يخلق فارقا آجلا أم عاجلا. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم ثانية فيما يخص على المدى القصير، مشكلة عاملات الفلاحة هي في اتصال بالنقل، في اتصال بالفلاحة، كونها امرأة في اتصال أيضا بوزارة المرأة، فيها بنظرا إلى كل هذه الاعتبارات، و يعني هي قضية أفقية بين أكثر من وزارة. فنحن في الحقيقة منذ مدة نشتغل على صيغة تحاول أن تحفظ أمن عاملات الفلاحة في تونس، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن، لأنه هذه الصيغة لابد في الحقيقة من أن تغير هذا الواقع، وأن تكون ذات مصداقية، وأن أيضا تستجيب لصبر عاملات الفلاحة. إلى حد الآن لا يمكن أن ننطق بصيغة ما إلا إذا كانت فعلا قادرة على تغيير هذا الواقع الذي نقاربه في الحقيقة من حيث أمن عاملات الفلاحة مقاربة سلبية. نعم، هذا بالنسبة إلى المسائل المتصلة بالنقل، وأيضا بوضعية المرأة الفلاحة، بمسألة إدماجها في مسار الإنتاج الفلاحي. لكن هناك نقطة أيضا سيدة الوزيرة بودي ربما أن نتلقى إجابة حولها، تتعلق بالتأجير، تأجير نظام التأجير الخاص بالمرأة الفلاحة في نهاية الأمر. لأنه هناك، أنا أكد لك أنه في عدة مناطق المرأة تحتل نصيب كبير جدا من اليد العاملة هناك، لكن النظام التأجيري هش، نظام الضمان الاجتماعي جدا. نعم، يعني هل نحتاج إلى مقاربة عاجلة في هذا المجال الحقيقة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، مع اتحاد الفلاحين، مع وزارة الأسرة، مع مختلف الهيكل المدخلة، من أجل على الأقل احنا نتوقوا هذه المسألة اللي هو في نهاية الأمر انتهاك لحق المرأة، يعني كإنسانة قبل كل شيء. المرأة اللي تخلص 10,000 في النهار، يعني مش معقول اليوم، وأحيانا لا تتحصل حتى عليها في نفس اليوم. بالضبط، عينت ذلك عن قرب، وطبعا يعني هذه هنا يتدخل أيضا دور الفلاحين في، لأن لهم دور كبير جدا فيما يخص التأجيل. لا تنسى أنها في النهاية هي قطاع خاص، يعني الفلاح هو ليس يعني تابع للقطاع العمومي، وهنا يدخل الوعي، ولكن يجب أن يكون هناك حد أدنى خاصة
في ناحية الأجر وأيضا في التغطية الاجتماعية والصحية، لأنه يعني وهذا من النقاط التي نحن بصدد محاولة إيجاد حلول محكمة لها، يعني ما بين الوزارات التي ذكرت. نعم، نجيو تو الآن برنامج مهم أخرى، محطة مهمة جدا، برنامج صامدة، يعني اللي هو يخص تمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف وتطوير الوضعيات نتاعهم يعني اجتماعيا واقتصاديا. أهداف هذا البرنامج سيدة الوزيرة صامدة الذي انطلق حديثا يعني منذ أيام. قبل أن نتحدث عن الأهداف، ربما من المهم أن نتحدث عن الأسباب. نعم. أن نشرح أسباب هذا البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ أولاً، ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عالمي وتونسي أيضاً في ارتفاع وفي تزايد كما تؤكده الأرقام. بالنسبة إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لدينا آلية الخط الأخضر 1899. الأرقام بالنسبة إلى سنة 2022 هي تصل إلى قرابة 8000 إشعار فيما يخص النساء ضحايا العنف. نعم. وهو رقم في الحقيقة كبير، ونحن نتوقع أن هذا الرقم هو أكثر بكثير. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه عندما انطلق الخط الأخضر يوم 25 نوفمبر 2022 في العمل لمدة 24 ساعة، بعد أن كان قبل ذلك التاريخ يعمل من الصباح إلى 5:30، لاحظنا وقمنا بمقارنة ما بين 25 نوفمبر 2021 إلى حدود 28 فيفري 2022، قارنا هذه المرحلة الزمنية ب 25 نوفمبر 2022 إلى حدود 28 فيفري 2023، وجدنا أن الرقم مضاعف بنسبة 4 مرات. نعم. هذا يعني أنه العنف الحقيقة ظاهرة لا يمكن إنكارها. أيضا هذا السبب رقم واحد. السبب رقم اثنين هو أن غالبية النساء ضحايا العنف يعرفن مع الأسف الشديد هشاشة اقتصادية. إذن هكذا تم الربط ما بين التمكين الاقتصادي، باعتبار أنه غالبية النساء ضحايا العنف هن يعرفن هشاشة اقتصادية. معطى آخر هو أنه العنف، الشكل العنف المهيمن على أشكال العنف ضد المرأة هو العنف الزوجي بنسبة 80%. في هذا الإطار تم الربط وتم بعث برنامج صامدة لتعزيز صمود المرأة كي تغادر وضعية المرأة ضحية العنف، وأيضا هذا يدخل في إطار تدابير الحماية وإخراج المرأة من هذه الدائرة بتمكينها اقتصاديا وتعزيز صمودها الاقتصادي. يعني تعزيز الاستقلالية سيدة الوزيرة متاعها، بما معناها ربما طبعا عاد شيء يكون في حالة تبعية. هذا تقريبا شو فهمنا بالبرنامج. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، حتى لا تكون الهشاشة الاقتصادية سببا في قبول وضعية العنف والانخراط فيها وقبولها والإذعان ربما. نعم، والاستسلام إلى هكذا وضعية. نحن نريد للمرأة التونسية أن تكون محفوظة الكرامة. المرأة بشكل عام يعني هي يعني لا يجب أن تجابه بالعنف، حماية، يدخل في إطار الحماية، حماية النساء ضحايا العنف من استمرار ذلك العنف لإقامة حد لهذه الوضعية، نقوم بتمكينهن اقتصاديا. وهذا البرنامج في الحقيقة أيضا هو لصالح المرأة ضحية العنف ولصالح الأطفال إذا ما كانت المرأة ضحية عنف زوجي، ومن ثم فإننا نحمي المرأة ونحمي الطفل في نفس الوقت. نعم، المرأة عندما تذهب إلى العمل في نهاية الأمر بعد الحصول على امتيازات هذا البرنامج الصامدة، هل تتوقعين أن تتحسن وضعيتها يعني داخل المنزل وهي تتعرض إلى عنف زوجي، ربما في شكل ابتزاز، في شكل ممارسة سلطة مادية معينة؟ هات الفلوس، ما كانش أنا راني باش نواجهك بعنف مسلط عليك. توقعاتكم سيدة الوزيرة، هل هناك دراسات؟ أنا نقصد لهنا أقيم هذا البرنامج
على دراسات، على ربما توجهات استراتيجية حتى تضمنوا النجاح متاعه كما نجح برنامج رائدات؟ شوف، أنا كنت حذرة ودقيقة في كلامي. لا يعني أن كل ضحايا العنف يعرفن هشاشة اقتصادية. صحيح. اللواتي هن ضحايا عنف، ولكن لا يستطعن فك الارتباط بهذه الوضعية ومع هذا العنف لسبب اقتصادي ولهشاشة اقتصادية ولضيق ذات اليد، فإن الدولة تمكنها من خلال هذا البرنامج من أن تتحصل على مورد رزق وأن تنطلق بكرامة وأن لا تظل في تلك الدائرة وفي تلك الوضعية إذا ما كان السبب فقط اقتصادي لقبولها بتلك الوضعية. واضح فقط. الآن واضح، هذا هو الهدف. وضح يعني بشكل ممتاز. تفضل دكتور. نحب نسأل أن السيدة الوزيرة، تحدثت منذ حين عند الحصول على بعض القروض وقلت سيادتك اللي يراه فما 20% تمويل ذاتي ومدة مهال بين 3 و5 سنوات. هناك فكرة أساسية لبعض المشاريع عند الحصول على قروض بتنفيل نسب الفائدة، لابونيفيكاسيون دي تو دانتيري، عوض باش ناخذ بنسبة محددة نجموا ناخذوا 3 ولا 4 نقاط تحملهم الدولة، وبالطريقة هذه نعاونوا النساء اللاتي يتحصلن على قروض من التخفيف من العبء المالي عند القيام بالمشاريع متاعهم. هل تم التفكير في هذا الموضوع لتمكين النساء من الحصول على قروض بشروط ميسرة؟ تم هذا لكن بطريقة نسبية، غير أن نسبة 20% من قيمة القرض ككل عندما وهي تمويل ذاتي، صفر فائض. أيوة. صفر فائض، فإن لذلك انعكاس، وأنت أكثر خبرة اقتصادية مني، انعكاس على مجمل الفائض الذي سوف تقدمه بالنسبة لذلك القرض. ثم نسبة الإمهال ما بين 3 سنوات وخمس سنوات هي ليست خاصة بكل القروض. قروض متناهية الصغر ما بين 10 و20 و25 هي لا تحتاج إلى 5 سنوات، لكن نحن نتحدث عن 100,000 دينار، 150,000 دينار، 200,000 دينار، هذه هي التي تحتاج إلى فترة إمهال تكون لا بأس بها يعني. ولكن ثم أيضا هناك مسألة مهمة، المرافقة الفنية قبل المشروع وأثناء المشروع وبعد المشروع، هذه أيضا نقطة مهمة ومهمة جدا، وتدخل في إطار تحقيق ضمان النجاح لهذا المشروع. مع العلم أنه القروض هي خاصة ببرنامج رائدات فقط، عندما نتحدث عن برامج التمكين الاقتصادي للأسر نحن نتحدث عن موارد رزق، عندما نتحدث عن برنامج صامدة الجديد نتحدث عن موارد رزق، عندما نتحدث أيضا عن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع القسري عن الدراسة والمبكر عن الدراسة، فنحن نتحدث عن موارد رزق. وكما قلت أول أمس يعني منذ أيام أقفلنا 1,000 أم تونسية في مناطق ريفية استفادت من هذا البرنامج، برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين، ونعتزم إن شاء الله خلال سنة 2023 أن تستفيد من هذا البرنامج الذي نعتز به جدا في الوزارة 600 أم على الأقل. نعم سيد الوزير، إذا فهمنا ربما من خلال متابعة برامج الوزارة وأنشطتها أنها تنتصر إلى الفئات الهشة
إلى الفئات المهددة من النساء فيما يخص التمكين الاقتصادي. في الحقيقة هذا خيط جامع لمختلف الهياكل الحكومية بشكل عام. نعم. يعني اللحظة كما قلت هي اقتصادية، لحظة اجتماعية، المعركة هي اقتصادية، يعني لابد من إشباع التوقعات الاقتصادية للشباب، للنساء، للفئات التي تعاني من هشاشة. هذا هاجس مختلف هياكل الحكومة وهو موجود سواء كان على مستوى الخطاب أو على مستوى البرامج، لأنه هذا ما تقتضيه اللحظة بكل بساطة. نعم، رئيس الدولة البارحة في اجتماع مجلس الوزراء أكد على هذه الكلمة وأعادها العديد من المرات، كلمة المعركة. في الحقيقة هو قوس لمحالة سيدة الوزيرة، كيف نخوض هذه المعركة الآن بتقديركم كعضو حكومة الآن أتحدث؟ من خلال الإدماج الاقتصادي، الاعتراف. النهاية هي مسألة عندما تجد أكثر ما يمكن من النساء ومن الشباب أنفسهم في الدورة الاقتصادية ويكونوا فاعلين بامتياز في خلق الثروة وفي الاقتصاد، فإنه هذا يعكس اعتراف بهم، هذا فيه إدماج. ومتى تم الإدماج الحقيقي وعلى كافة الأصعدة، ومتى تم تمكين أكثر ما يمكن اقتصاديا وتغير الواقع الاقتصادي، فإنه هذه المعركة هكذا تخاض. المعركة تخاض بالحلول الاقتصادية وتخاض أيضا بإشباع توقعات التونسيين، وهذا ما نجتهد في القيام به. كل وزارة حسب اعتماداتها، حسب أفكارها، حسب ما تتيحه اللحظة من اعتمادات ومن أفكار ومن 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 ومن. نعم، دعني أكمل ربما الجزء الثاني من السؤال. يعني تنتصرون إلى الفئات الهشة من النساء، لكن أيضا لا ننسى سيد الوزير أن هناك باعثات أو راغبات في بعض المؤسسات الناشئة من المهندسات، من طبعاً ربما من مختلف، خلينا نقول الحاصلات على مختلف الشهائد. الحقيقة شنو عملت لهم الوزارة؟ كيفاش تساعدهم اللي يحبوا يتحسوا طريق الشغل عبر الوزارة؟ برنامج رائدات المشاريع المتوسطة، القروض ذات 300 ألف دينار هي ليست للفئات الهشة، هي لأصحاب الشهائد، لأصحاب الملفات المدروسة جيدا، للذين يرغبون في خوض سواء كان مؤسسات ناشئة، سواء كانت مشاريع فلاحية، سواء كان أيضا هناك خط خاص بمن لديهن مشاريع ويرغبن في التوسع أكثر ما يمكن. يعني في النهاية نحاول أن نقارب حاجيات سواء كانت التي تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية من خلال برنامج التلاميذ، أمهات التلاميذ، أو الآن يعني لدينا برنامج جديد صامدة، أيضا برنامج الأسرة، وأيضا لمن ترغب في بعض المشاريع هناك 7 خطوط تمويل في برنامج رائدات. هذا البرنامج الآن هو يحتكم على اعتمادات وطنية تقدر ب 70 مليون دينار ب 14 مليون سنويا، يعني مع بنوك شريكة، وإن شاء الله قريبا دفعة ثانية، يعني خلال في الحقيقة 1050 مشروع. هذا عندما نقول 1050 تمويل لمشاريع لنساء وفتيات، فنحن يعني في النهاية هو في الحقيقة العدد أكبر، لأنه من سيستفيد من هذه المشاريع هناك أسر، هناك من سيعمل، لأنه هناك مشاريع فيها 7 أو 8 كطاقة تشغيلية وما إلى ذلك. ونحن في الحقيقة نراهن كثيرا على المشاريع المتوسطة. إلى حد الآن ربما هناك الإقبال الأكبر هو في المشاريع الصغرى، يعني نحن بالكاد نحاول أن نجتهد ونذهب نذهب إلى المشاريع المتوسطة، إلى من ترغب في بعث مشروع متوسط. والمشاريع المتوسطة هي التي سوف تحدث في الحقيقة الفارق الكبير، لأنه طاقة تشغيلية هذه المشاريع سوف تكون كبيرة، وهذه المشاريع هي التي سوف تسهم في الاقتصاد والتنمية وخلق الثروة بشكل أكبر، باعتبار أن القروض الصغرى هي يعني تحل مشكل اقتصادي خاص
بعائلة، خاص بفرد، في حين أن المشاريع المتوسطة هي تفتح الباب إلى أن يبعث مشروع وأن يكون أيضا في نفس الوقت مساهم في تخفيض نسبة البطالة. نقطة أخرى، نسبة البطالة في صفوف النساء هي تراجعت بنقطة، والنقطة هي مهمة وإن شاء الله تتراجع بنقاط أكبر حسب الثلاثي الأخير، حسب الإحصائيات الأخيرة بالنسبة للثلاثي الأخير حسب المعهد الوطني للإحصاء. يعني هذا أيضا من المؤشرات الجيدة، ونأمل أن يتواصل ذلك. عندما تحدثنا عن النساء الحرفيات هناك والحرفيات في الصناعات التقليدية أي. وصح والمنتجات في المجال الفلاحي ايضا. اي انا تو باش نركز على الحرفيات في الصناعه التقليديه. مازال عندنا اربع دقائق. احنا عندنا صناعه تقليديه متمثله في الزربيه أي. القيرمانيه وخذات صدى هام في وقت من الاوقات. وتعرف كي تمشي البلدان، واحنا بلد سياحي، كي تمشي المغرب تفكر في اقتناء اشياء من الجلد. كي تمشي البلدان الاسيويه اشياء من الحرير. تمشي ايران خذت صدى كبير الزربيه الايرانيه. ولكن احساسي ان الزربيه التونسيه فقدت نوعا ما من بريقها. واحنا نحبوا غدو السياح كي يجيو تلقاهم يبداوا يبحثون عن صناعه تقليديه متمثله في زربيه. الا ترين السيده الوزيره انه ان الاوان لاعطاء مثل هذه الصناعه التقليديه الهامه النجم نقولوا احنا القيمة الحقيقية متاحة باش ترجع لبريقها السابق وتصبح قبلة السياح اللي هي تعتبر صناعة تقليدية تمثل تونس في أرقى وأسمى معاني الصناعة التقليدية. طبعا في الحقيقة هذا هاجس يومي لزميلي وزير السياحة. ثم أيضا لا ننسى بأن هذه المجالات تضررت من أزمة الكوفيد. يعني هي كان هذه المجالات يعني على بالنسبة إلى كل العالم وحتى بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي لديها هذه المنتجات المعروفة بها تضررت من خلال أزمة الكوفيد. السياحة، أرقام السياحة بدأت تعود وبقوة والحمد لله، ومتى عادت السياحة ونحن ننتظر إن شاء الله موسما واعدا وجيدا، فإنه آليا سوف تتبعه في ذلك الصناعات التقليدية. انت عاشة للنساء الحرفيات طبعاً في جهد طبعاً ونرجو للمعرض الذي سوف ينطلق غدا كل التوفيق وكل النجاح. نعم سيد الوزيرة، بعد إذنك لأنه ما عادش عندنا وقت. دكتور محمد صالح، كان تسمح بربي في كلمة. فضل. التناسف، واحنا توا على أبواب مجلس النواب إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والناس كل تحكي اليوم المرأة اقتحمت جميع المجالات، هل هي فعلا في حاجة إلى التناسف؟ خاصة الانتخابات تتم على مستوى الجهوي والمحلي وهي معروفة في الجهة نتاعها. موضوع حواري كبير برشا. نحب نعرف رأي السيدة الوزيرة في 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 كلمتين. رأيي في ماذا بالضبط؟ في موضوع التناسف، هل المرأة اليوم في حاجة فعلا إلى دعمها بالموضوع نتاع التناسف في وقت اللي هي اقتحمت كل المجالات وأصبحت قادرة على أن تفرض نفسها حتى في الانتخابات بدون دعمها قانونيا بنسبة معينة للوصول بالطبيعة إلى مجلس نواب الشعب؟ في الحقيقة المرأة التونسية قادرة جدا، وهو كذلك، وهي أيضا تدعم الرجل كما تدعم نفسها. وأظن أنه لابد الآن معركة المرأة هي في الاقتصاد وفي التنمية، ويجب أن تكون مساهمة مساهمة في خلق الثروة بنسبة 50%. يعني هذا هو التحدي الكبير. أنا أؤمن جدا بتغيير الواقع المادي. شكرا. ومتى تغير ذلك الواقع تتغير أشياء كثيرة وكثيرة جدا. وأيضا نشتغل أكثر على التمثلات، على العقليات، نشتغل عليه من خلال المدرسة، من خلال الثقافة، ومن خلال نشر الوعي. ما زالونا ثلاثة دقائق على الأخبار متاع ثمانية، حتى أنا في دقيقة لو سمحت تجاوبني على الأزمة اللي صارت على مستوى المهاجرين من جنوب الصحراء، يعني الأفارقة. تونس موجودة في المرأة الإفريقية، تدعم المرأة الإفريقية، أنتم شنو رؤيتكم لهذه المسألة سيدة الوزيرة؟ طبعا
في الحقيقة رؤيتنا هي الرؤية المعروفة والتي نشتغل عليها جميعا وبشكل آلي وعفوي. تونس دولة تنتمي إلى قارة إفريقيا وتحمل اسم إفريقيا، وحتى نحن مثلا في برامجنا، مثلا عندنا برنامج النهوض بالطفولة المبكرة، يستفيد منه عدد يعني قرابة 40 أو أكثر طفل من أصول إفريقية في برنامج روضتنا في حومتنا، وذلك نعتبره عاديا ولا نتحدث عنه ولا نذكره، يعني الأصول الإفريقية أو يعني كنا أفارقة. نعم، شكرا السيدة أمال بالحاج موسى، دكتور أمال بالحاج موسى، وزيرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على ما تفضلت به. شكرا. من معطيات مهمة جدا الحقيقة. شكرا. مشيوا لمنصة رائدات، عندكم برنامج صائدة صامدة عفوا عائدة صائدة هي صامدة وتصطاد المشاريع. أيوة. في نهاية الأمر الدكتور محمد صالح العياري، شكرا لك. كان معنا سفير الاتحاد الأوروبي في تونس السيد ماركوس كورنارو في الجزء الأول. نشكر كل زملائي في هذا البث المباشر، إلى اللقاء.